أتذكر أهلي، بتذكر يعني شلون توفوا قدامي، يعني نزلت البناية صرت أحس بخوف، يعني إني حاول أنام بعد بحسن أنام، دايما بقلبي زارع الخوف، هذا اللي عم بصير معي. وأوقات عندي ولادي، يعني عندي ابني الكبير ببكي، عندي ابني الثاني الصغير عمره 4 سنين كمان يعني شاف الصدمة، يعني بخاف هلأ وقت بحكيه ما بسعوا بالكلام. خلاشني معنا مع بعض الاطفال، كان في منهم لحد الان متاثرين خايفين، في منهم عم يتعرضوا للخجل، عم يخافوا من اي حركه من اي صوت عم بيسمعوه. عم نلاحظ هاي الحالات خلاشني معنا مع الاطفال وقت اللي عم نقدم لهم الانشطه.